العديد من الجرحى داخل أقسام مستشفى الشفاء كانوا بانتظار موعد لإجراء عملياتهم الجراحية أو تحويلهم للعلاج خارج قطاع غزة قبل أن تقتحمه قوات الاحتلال. وعمليتي كمان برا مش هانا تحويل تواك، فالصليب مش راضي ياخدني، بقليش عمليات، كل عملياتي برا، حضني هيك رمي حالي على ظهري قبل ما يسمحولي اطلع على قطر. ليش كمان موقفين التنسيق؟ وجوزي في رفح، وولادي استشهدوا، وامي اللي كانت شايلاني كمان استشهدت. تفاقمت الأزمة الصحية في القطاع بعد إخراج مستشفى الشفاء عن الخدمة وتدمير كافة مبانيه ومعداته واعتقال عدد من الكوادر الطبية. حول هذا المكان إلى عدم بعد أن كان صالحا للعمل والبناء. تأثيره الكبير على المنظومة الصحية، أصبح القطاع غزة وشمال قطاع غزة وخصوصا محافظة غزة بلا مكان لمداومة أهلنا وجرحانا ومصابينا ومرضانا الذين يعانون من مشاكل طبية. هذا المجمع كما الجميع يعلم والمكان الأكبر هو أيقونة العمل الصحي، يشكل حوالي 35% من حجم عمل المستشفيات في قطاع غزة. أكثر من ربع مليون غزي يتلقون الخدمة سنويا سيحرمون من الحق في العلاج بعد تدمير 26 غرفة عمليات و 32 غرفة عناية مركزة بعد اقتحام دام لأكثر من أسبوعين تاركا خلفه معاناة تدوم لسنوات. بعد تدمير مجمع الشفاء الطبي وانهيار كامل المنظومة الصحية في شمال غزة، مطالبات ومناشدات استغاثة أطلقتها وزارة الصحة تطالب العالم ومنظمات الصحة العالمية بضرورة توفير وإنشاء مستشفى ميداني بشكل عاجل يمكنهم من تقديم خدمات للجرحى والمصابين. محمد أحمد من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة لصالح قناة تيرتي عرب.